شري النبرة زعما على ودي وحيديها. انا شري النبرة على كل واحد غيهضر معايا، غنشري المرا ونهضر معاها وني سالي مع الهضره ونقول باي باي. صباح الخير عليكم. صباح الخير. شويه ما باقي واش عرفت اليوم شكون معنا؟ صبحت مليكاع بيت كنغاوي كنتي كتزغرت ولا بيت كنغاوي. صباح الخير عليكم، كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ نهاركم مبروك، الله يجعل هذا النهار علينا وعليكم مبروك ان شاء الله. ان شاء الله صبحنا مع الرغاية في اليوم والحداقة الحداقة وداكشي وداكشي. خوت كيف نتوما؟ هذه الايام الاخيرة، هذه الايام الاخيرة دا شعبان كنوجدوا رمضان. اش كنوجدوا رمضان؟ ماشي مشكل عاد المهم خوتي نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. المهم صراحة اختك صبحت حالك في الكوزينة الرغايف والحريشة وداك الشيء. المهم صراحة ضحكتني. المهم اخوتي ماشي بالعوايد زعما، كان إذا عملت لهم نعمل لهم شي حريشة في الحق. اليوم جاونا عندنا البارح جاونا عندنا شي ضياف، مرحبا ألف مرحبا. أهلا بيكم. الصراحة جاونا عندنا قصروا معنا وباتوا معنا. إيوا عليها أختكم صبحت حالك، شكون هما؟ قلنا لهم شي شكون هما؟ الضياف ديالنا مرحبا بهم هذا زين شرفتونا. المهم تبارك الله عليهم، ربي يخليهم ويخلي لهم الوليد ديالهم على حولهم. شكون هما؟ سليمة وأسامة. تحية الأخ أسامة والأخت سليمة. تحية الأخ سليمة. سليمة وأسامة تبارك الله عليهم، معروفين هذو أصغر كوبل اللي كاين في المغرب. جاونا عندنا شرفونا مرحبا بهم وتدردروا حتى نتوما كذلك دردركم. مرحبا بهم، غادي يدوزو معنا النهار، البارح بيتين وقصرنا شي شوية، اليوم غادي يدوزو معنا النهار ونشوفوهم ويشوفونا. خليكم معنا. خليكم معنا. هاي أسامة مرحبا بك. الله يبارك فيك. الله يكبر. دريس مولاي دريس. مولاي دريس راح ناشط اليوم هاك، ارتاح بعدا مزيان؟ لا الحمد لله. الحمد لله. الجو عندكم هنا واعر صح؟ الله يرحم فيك. الله يكبر. انا خرجت لبرا بان لي بحال راني في شي اوتيل كبير. صح صح. الاخت سليمة مرحبا بكم. السلام عليكم. مرحبا بكم. باقي مدوخي بالناس بعدا ارتحتوا؟ لا ارتحتوا. مزيان؟ الجو مزيان؟ واعر. صح والله واعر. صح صح احسن من طاقه الله العظيم خاصي بغيت مني واعر عرفت واعر بحال كتطلع على شي. غادي نخليوها لكم انتما توريوها. صح صح. في ستوري باش يبان كل شيء تكتشفوا بعدا. صافي صح. ها نهار حداك ها حداك وداك الشيء حداك وداك الشيء. شوف شوف شنو هذا الملوي ولا الرغايف؟ لا الرغايف. الرغايف الرغايف يعطيك الصحة. شحال حنا ما فطرنا من الرغايف. تكي جو عندنا الضياف. ها؟ لا سكم ساعة كنعاد كنحط ماشي لا. ها؟ قيد زعما. زعما اش كتصور؟ ما عرفتش. عيد 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 تسمى هاي. شحال كما شفتوا هاد المقلة هادي؟ كحلة. دكتورة هادي خصني نشري شي مقلة. كتقطع حتى دار هادي. خصني نشريها كبيرة. كبيرة حاجة كبيرة كبيرة على هذه. تلهمش وين عاد دق دق اللي قالوهم دق. ها على المياه. هيا انتيني. لا تعوجت لك. كبيرة طلقتها كبيرة شي شوية. هلاو نشيطة نورة اليوم. المهم الخط ها حنا رجعنا معكم وهما الضيوف ديالنا. السلام عليكم. الصراحة والله إلا كبرتوا بينا. شكرا لكم بزاف. الجو عندكم هنا واعر. هذه ثاني مرة كنجيو للشمال. مرحبا بك. فنيدق أول مرة. فنيدق أول مرة. مرحبا بكم. بعدا ارتحتوا مزيان عستوا مزيان. الله يخليكم وشكرا بزاف. شوفوا على الفطور تبارك الله عليك. قبلوا علينا وصافي. العشاء مرحبا والله إلا مرحبا. قبلوا علينا. المهم كيما قلت لكم أخوتي جاونا عندنا البارح صراحة جاوهم على شي شغل هنايا وكان عندنا كونتاكت مع وحدتنا. واتصلت بيا قلت لها والو ضروري تجي. اجي مرحبا بك. جاونا عندنا ومهم باتوا معنا قصرنا قصرنا شرفنا والله العظيم. شرفوا عليكم وحنا شحال ما تعرفنا على ناس شحال ما كنزيدو نزيد جريبنا في الحياه. ضروري ضروري.
مرحبا بكم. الاخوان هادو اصغر كوبل في المغرب، سلمى واسامه. سليمه واسامه اصغر كوبل. شو تبارك الله، حنا كنقولوا الدارجه ديالنا قدشنا هما قديم ديسكاو مجوزين تبارك الله. هذا فخر للشباب حتى هما انهم يتزوجوا يكونوا اسره ديالهم، عندهم الوليد الاسم ديالو ادريس. ربي يخليه لهم ياك سي ادريس. ها ادريس ادريس مصدوم سنة. ها واش ادريس مرحبا ادريس غادي ردوه شمالي ياك ادريس. ها كي غدا ولاد يماك حتى انت عاوتاني في الدولة ديالك ياك دولة يماك. تبارك الله عليهم. حتى حنا هذا كان شرف لينا اننا نتعرفوا عليهم اكثر واكثر. حتى حنا ملي فان ديالهم وكيعجبونا كيعجبونا ديك التويتيات في الانستغرام في اليوتيوب. حتى هما تبارك الله عليهم تبارك الله واصلين، وحصلنا الشرف يكونوا معنا اليوم. ربي يخليهم ودار داركم اختي سلمى. الله يكبر بكم. بغيت يكون فرصه مرحبا بكم انتم. هذا كيقول لها طبطا ما عمري سمعت الاخوان نصف الشمال واقيلا ما كيعرفهاش هي مطماطا. مطماطا جات من بين فاس وتازه. ما بين فاس وتازه كيكونوا الحق. ما انتم كنتم ديجا في فاس ياك؟ فاس كانوا في فاس ورجعوا لمطماطا. انا اول مره كنسمع مطماطا البارح كيقول لي مطماطا كنقول له طمطامه. طمطامه ما عمري سمعتها. كنعرف تازه كنعرف فاس من حق هذا الفيلاج ما عمري عرفتها. تبارك الله عليكم. غادي نفطروا ونكملوا معكم على سنه. يلا خليكم معنا. واو ماما الضياف ديالنا عجبهم المنظر. اه والله بزاف عرفتهم. طبيعة المنظر الجميل. هاد البلاصة هادي كريها لهم ب 10000 درهم الدقيقة. وصافي ديك الدقيقة ما درنا لاباس. محمد اجي جي تسمع الصراحة. سليمة طبرتنا واحد بروجي واعر. مشروع واعر. قال لك اسيدي نكريو هاد التراسة هادي نكريوها. عرفتي عملت واحد الثمن خيالي. والله بصح كون نديرو شي كافيه. سمع سمع خليك نبداو بك تينا الاولى ما جبروش احسن منك. هي اللي غتمنى الاشهار. السلام عليكم مرحبا بكم في هذه القهوه. هذه كانت القهوه ديالها رائعه جدا. فرصه مناسبه. والله الا المنظر عندكم هنا واعر واعر صافي يا عجبتكم الدنيا. الله خلاص تطوان بلايص واعر. دابا راه كيف كاستياخو كاستياخو ارجع يا دار بحالنا العايد كاستياخو. صراحه اللغه ديالكم زوينه كتضحك وكتفوت. والله انا واحد المره مشيت تما ومشيت للفارماسيا. قد ديك مولات فارماسيا كتقول لي شنو خصك؟ خصها غير باش نهضر كيتموت عليا بالضحك. الهضره ديالك حق صح. حنا سبحان الله كتعجبنا الهضره بالداخل. كتجينا الهضره حلوه سبحان الله. لا الهضره ديالكم كتكتبوا حنا الهضره ديالنا كتضحككم. خوت اليوم المفاجاه مع سليمه واسامه. غادي نقول لكم كيفاش تعرفنا عليهم وكيفاش تعرف جبناهم حتى لهنا. يا شاطر شرقوا في المغرب جاوا عند حنا ماشي شارفين. حنا واقيلا في توسطين مزيان يعني الله غاشيها. انتم صحابي عشرينات وحنا دابا 36 دخلنا 30 ماشي مفروقين بزاف ماشي مفروقين. مهم خوتي كيف ما كتشوفوا الاخ اسامه الشعيوار الاتاويش الاحاويش. لا تكبر شوف غادي تكبر شي شويه غادي توصل 26 سنه 27 18 حتى لهاد الستينات. لا غادي نبقى نزيد بزاف. علاش غنزيد بزاف؟ غادي تبقى ترجل غادي ترجع بحالي غادي تبقى ترجل شي شويه عيطي شي شويه. محمد ما تنساش راسك قول لهم كيف كان الستيل ديالك ملي كنت كتعرف. اوه خساره. لا خص كل واحد يدوز. اسامه عرفتي كيف كان عنده؟ كان عنده بوكلي 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 حتى لهنا. كنعرفو حتى لهنا. هيدا هيدا شي نهار عاد ولا دابا راني نقصو. يلا نقصو هادي شي يوم. كان عنده تبارك راه كان كيبط لي على عيني. دابا راه عاد عجبهم قال لك خليك صح وراح الله يعزها. مزيان مزيان. المهم خوتي كيف ما كتشوفوا غتقول لكم فاطمه الزهراء. انا الصراحه كنت كنتبع هاد الشباب ديما تبارك الله عليهم. ربي يخليهم مسيره موفقه في الحياه الزوجيه ديالهم ان شاء الله. ايوا كيبانوا لي ستيتوي اصلا صغار كنت كنشوفهم فيها. شو دابا حنا كيفاش كنبانو هما كيبانو قليل. يعني بزاف مزيان شوف راه كبار كنت كنتبعهم في اليوتيوب كنقول شو تبارك الله كيفاش عايشين الحياه ديالهم تبارك الله ومتفاهمين. البساطه اهم حاجه البساطه. عندهم بيبليك تبارك الله كبير بزاف الناس متبعاهم وتبارك الله عليهم. المهم دابا انا ما
ما عرفتش فاطمه الزهراء توصلت مع تعلي معها تعلي معها واحد فلاش هذه الطريفه. المهم الخوت صراحه كنا كنتواصلوا في الانستغرام انا اللي صرت سلام لاباس ردت عليا لاباس الحمد لله. المهم على مده كتسرد لي كنسرد له وكتجاوبني. واحد النهار قلت لها قلت لها اختي سليمه يعني كتعطل ما ترد في الانستغرام صرد لي النمره نمره التليفون. شنو قلتي لي؟ قالت لي واش شوفي وصفت لي النمره وانت خفتي على النمره وصفت لي النمره الا ما عجبتكش ولا شي حاجه بحال هكا الا خفتي 10 دراهم وبتشري النمره ومعزيله سليمه نفسها تاع الصباح جات لعندي وانا بديت غير كنقول راه عادي غير احنا ما عندناش مشكل في النمره زعما غير يكون معقول فهمتوا شي حاجه اللي معقوله حيت انا اصلا انا تليفون وثما هو اللي مسكين كيجاوب اما انا تليفون انا مع الشغل ومع الولد والله تليفوني كارمي والله دابا ما هزا والله ملي ما هزا ما كاينش تليفون اصلا اختي لي كنهز صافي قال لي اسامه شوفي بردي عادي يمكن مقصات فيها والو قلت له علاش تقول لي هكا ما منو علاش تقول لي هذا شي غلط كتعطل ما كتجاوب في الانستغرام قلت لها صاحبتي شري النمره ب 10 دراهم وزعما ونتواصلوا ومن بعد اذا ما بغيتيش اذا ما زعما من بعد لحيا وهي عرفتو ما عجباتهاش علاش نقول لها شري النمره علاش علاش شري النمره زعما على ودي وحيديها وكنقول انا ويلي هادي ولد انا نشري النمره على كل واحد غيهضر معايا غنشري النمره ونهضر معاه وني سالي معاه الهضره ونقول باي باي انا جبت النمره. لا صراحة زعما كانوا كيعجبوني كنت كنتواصل معاهم صافي من مورا ديك الشيء ديك الساعة هذيك قالت لي سيدي ها هي النمرة ديك الساعة مسكينة صردت لي النمرة صراحة هما صغيورين حلوين وصراحة كيدخلوا للخطر والناس متواضعين يعني كما كتشوفوا صغارين ومتواضعين كتشوف فيا زعما عشت زي ما انا كيهربوا لي غير واحد دابا انا كنشوف كاين اللي قدم تبارك الله باقي مقنتين حدا البيبان ديال المدرسه وحق الله على راحته مصطوحه وما تبارك الله يعني عايش الحياه الوليد معاهم تبارك الله تعرفنا غير بالصدفه وداك الناس اللي كتعرف عليهم بالصدفه كيطلعوا الصدفه غير 1100 وكانت كتقول لي عايشين انتوما السبب باش جينا لهنايا السبب باش جينا ودابا تشوفوا علاش جينا دابا تشوفوا علاش جيتو دابا يشوفوا المهم هادو جاو عندي باش نزولو من العين نكونو صراحة راه متبوعين ساكن وكلشي عامل عليهم هكذا أصغر كوفل المهم أنا شفتهم عندي الشريف جاو يديو البركة ديالي من هنايا غادي نجوز لهم شي حاجة كاع الناس اللي بغاو البركة ديالو مرحبا بكم مرحبا بكم جا أسامة وسلمى هادي شفتي أو بدا كيبوس منو هاي بدات كتزول منو العين خليكم معنا تشوفوا مفاجأة ان شاء الله غادي نخرجوا شي شويه عاوتاني تسالوا الله يحفظكم وشكرا لكم بزاف بزاف الدار الهضره ديالكم اللي كتعجبني كتفوج والله الصراحه البارح قصرنا وضحكنا المهم صار ما كانت لا كاميرا لا حتى شي حاجه كنا مسخسخين كنا خدنا وقتنا باش نتعرفوا على بعضياتنا اكثر حيت حنا ضروري ما كتخرج داك التعارف يعني غير التليفون باش كتكون كتهضر ماشي كيما انت كتعرف عليه راه بزاف ديال الناس دابا كيعرفوهم دابا نتوما البوبليك ديالهم كتعرفوا غادي يجيبكم راهم والله بزاف ديال الحوايج راه ماشي فيهم راه غير قدام الكاميرا صافي اما الانسان كتعرف يعني جبناها بالعربية جبناها في الواقع صراحة الله والله الا ناس طيبين الله يستر لكم اموركم الله يخلي لكم وليداتكم امين والله الا دابا عقلت سبحان الله والله العظيم الا في الواقع كتبانوا احسن زعما اللي كتبانوا في الكاميرا وهادي راه ما كبيرهاش في العمر هادي راه صغيره وراها صغيره كتباني وناري كيفاش كتبان في التليفون حيت الفيتالي مع كتشدي الدره كتصيريها على قالت لي شي بعدا انت علاش كديري الدره قلت لها شحال قلت لها صاحبتي كتقول لها بالله هيدا ياك سليمة بصح والله دا عندي واحد صاحبتي اللي دائما كتقول لي ما تعدلش نسبني هيدا عدلها هيدا انت غزاله تبارك الله باهي ويلي الصراحه الله يغلى عمرها سلعه والله الله يعمرها سلعه زعما بارك الله هذا ماشي ساهل صراحه البارح حكنا البارح قال لي واحد اللقطه كنا جالسين مجمعين وقال لي كيفاش قلت لي خلي الله يرحم لك الوالد علاش
كنت هنا كنت لهيه وجيت لهنا ولا كيفاش قلتي ما عرفتش ما عرفتش راسي فين راني كان مدروخ بالناس قال لي ما عرفتش راسي فين انا دابا كنت كنا جينا لطنجه قال لي انا كنت لهيه ودابا اليوم نسيت راسي في الطوموبيل نعس فقط لقيت راسي في مارتي نعس فقط لقيت راسي كاسياخو تخبص انا كنت لهيه كنت لهيه وجيت هنا ما عرفتش راسي كامل كنعيط له انا لا تيكتون انا مقسمه فيها بزاف يعني كاين نقولوا الشمال ونرتاح والشمال راه كبير الشمال راه كاين الحسيمه كاين لادور كاين العرايش كاين بزاف على الشمال عندي طنجة تيكتون يعني الشمال وما طنجة تيكتون كاين الحسيمه محسوبه على الشمال ونادور كاين مرتي الفنيدق المضيق زيد زيد المهم غادي نعملوا شي دوره ونشوفوا الاخ اسامه والاستسلامه نشوفهم فين غادي يمشيو ان شاء الله ويخليو لنا شي شي بسيمه في كاسياف حتى هما وشكرا للناس ديالنا اللي معانا حتى هما يدخلون عندهم راه اصغر كوبل كتعرف شنو هما محتوى قيم محتوى مزيون صراحه محتوى عندهم شي ساره شي لا رجال بلادي لا وقفوا معاهم شي لا رجال صراحه انا كيعجبوني والله الا كيعجبوني بزاف تبارك الله عليهم وسجعوهم حتى هما يوصلوا في المسيره ديالهم ان شاء الله يا ربي يلا عندهم ناس تبارك الله اللي متبعينهم بزاف وكيحبوهم ومحبوبين في المغرب كامل الله ايوا تيشوفوني على جنب خوتي مرحبا بكم القناه ديالو اول مره كنقول لكم مرحبا القناه الاخ اسامه راه زايدين علينا في النيفو هما لا 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 زايدين علينا تعرفوا علينا كل واحد والجمهور ديالو هذا الشيء ما كان انا عندي الجمهور الدوله ديالك تسمع عندك غادي تدخلوا عاوتاني القناه ديالهم غادي تجبروا الفيديو ديالهم معانا عاوتاني تما فين مشينا فين جينا المهم غادي نخرجوا دابا المهم تشوفوا داك الشيء كامل صافي يلا خليكم مع الفيديو يلا السلام عليكم باي باي ديما الدوله ديما ديما ياو ياو لا عاودوها معنا هما غادي يقولوا انا كنخلي هذه البصمه ديالي مع اي واحد ديما ياو ياو